مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. طبعا كلام كتير النهاردة عن تدريب النادي الأهلي، عن طبعا الأخبار المحلية زي ما عودنا حضراتكم، طبعا أزمة القيد، مواعيد طبعا الأهلي والزمالك أزمة كبيرة هنتكلم فيها في الحلقة، ولكن كمان هيكون معانا طبعا الكرة العالمية زي ما عودنا حضراتكم. والحقيقة إن الواحد لما يبص النهاردة برضو على جدول البريمير ليج ويشوف ليفربول وهو بيلعب مع مانشستر سيتي، وعندنا محمد صلاح كمان أستون فيلا، وهنشوف تريزيجيه بيلعب النهاردة، كل مرة بنشعر بنفس الفخر، كل مرة كأننا ما تعودناش، كل مرة بنبقى مبسوطين الحقيقة إن احنا بنشوف نجوم من عندنا بيتألقوا في الدوري الإنجليزي اللي هو أقوى دوري في العالم. النهاردة مباراة مهمة جدا، ليفربول ومانشستر سيتي. وطبعا يا أحمد، بعد مساء الخير عليك، انت بتشجع مانشستر سيتي؟ لسه ما اقدرش اقول لك، يعني مساء الخير على حضراتكم بدايه. وبعيدا عن الكوره، انا بشوف ان يورجن كلوب وبيبي جوارديولا اثنين بيتهيألي هم الافضل على مستوى يعني الاداره الفنيه في العالم كله النهارده، مش بس في الدوري الانجليزي. فعشان كده دايما بحس انه الاثنين عندهم فلسفه مختلفه، اصحاب بصمه، تقدري تستمتعي بالكوره. اصل الكوره طبعا مكسب وخساره، بس مهم جدا وانت بتكسب انك تبقى مستمتع، ومهم جدا وانت بتلعب انك انت تمتع جمهورك وتلعب كره حلوه. والفرقتين دول من اكتر الفرق النهارده. بس يورجن كلوب دايما كعبه عالي على بيب جوارديولا، باستثناء طبعا المباراه الاخيره اللي كان ليفربول حسم الدوري. مفيش حد كعبه عالي على جوارديولا. وانا عايزه اطلع ده منك. عايزه اطلع ده منك. يعني بحب كلوب جدا، بس انا جوارديولا بالنسبه لي احسن وافضل مدير فني يمكن جه في ال 20 سنه. بيحطوه في مقارنات كتير، مره مع مورينيو، ومره مع زيدان، مره مع كلوب، لكن انا شايف ان جوارديولا يمكن يكون الافضل من بعد أليكس فيرجسون. وعلى فكره بمناسبه الدوري الانجليزي، يمكن واحده من اكثر الحاجات اللي بتميز الكره في انجلترا انه سبحان مغير الاحوال. يعني ايام تجيبك وايام توديكي. انا ابتديت اتفرج على الدوري الانجليزي كان المان يونايتد هو تقريبا اللي مسيطر مع فتره أليكس فيرجسون، وكان بيطلع مع فرق تنافس، يعني شويه نشوف نيوكاسل، ما كانش في حاجه اسمها مان سيتي، يعني مان سيتي ده كان في الاطلال. ليفربول ما كانش، يعني ارسنال في يوم من الايام كان من اقوى فرق الدوري الانجليزي. وما زال ارسنال عنده حاله ثبات. ارسنال بدا مع ارتيتا، ولكن ارسنال الفتره اللي فاتت اللي قبل دي الحقيقه كانوا مشجعي ارسنال بينهاروا. لا انت ما شفتيش ارسنال مع ارسن فينجر لما كان في الاول، بس تيري اونري، وكان في باتريك فييرا، وكان في تيريس، وكان في لا اخر ارسن فينجر كان ارسن فينجر خلاص قدم كل عنده وما كانش عنده نفس القماش. لكن انا بكلمك على جيل تييري اونري وفييرا وبيراس ودينيس بيركامب ومارك اوفر مارس، كان ارسنال تاني خالص. يعني ولكن كان عملاق من عمالقه اوروبا. اكتر مدرب بحبه يورجن كلوب طبعا، وزي ما قلت لك ان انا بحب فيه فكره العامل النفسي كمان ازاي، وتصريحاته في المؤتمرات الصحفيه، وازاي بيقدر يتعامل مع لعيبته، ودي حاجه بتفرق جدا مع اللعيبه. بس خلينا نتفق ان احنا بالنسبه لنا ليفربول المو، يعني لو مو صلاح مش في ليفربول اعتقد انه ليفربول يفقد شعبيته بشكل كبير جدا، مهما بقى طبعًا كان بطل انجلترا او مهما كان بيوصل في بطولات اوروبا. لكن الاهم في النهايه بالنسبه لنا هو ان المو صلاح، وتريزيجيه طبعا ابننا هيلعب النهارده مع الارسنال ماتش مهم جدا. على كل الاحوال خلينا نرجع لحلقتنا. والحقيقه يمكن زي ما كانت ساره بتتكلم على ازمه قيد، هي ازمات قيد الحقيقه، يبدو ان احنا في موسم ازمات القيد، لانه الموضوع مش بس متعلق باهلي وزمالك اللي مكملين مشوارهم بالقائمه بتاعتهم في بطوله افريقيا، لكن كمان الموضوع واصل لكره اليد. على كل الاحوال هنتكلم في التفاصيل ونحاول نفهم القائمين على اداره الامور. يعني مفترض انه اي حد يقائم على اداره امور، وخصوصا لما اتكلم على مسابقات مصريه، ومعروف ان الفرقه المصريه غالبا سواء كنت بتكلم على هاند بول او فوت بول او كره قدم، يعني معروف ان كل الفرقه المصريه او اللي هيفوزوا بالمسابقات المحليه هيشاركوا في بطولات افريقيه، ودايما بيكونوا اصحاب نفس طويل، ودايما بيكملوا النهايات، وده مفترض منطقي يعني يبقى محطوط في الحسبان، لكن ده اللي مش حاصل. خلينا نروح لعناوين حلقتنا ونتكلم في التفاصيل بعدين. الجهاز الفني للاهلي يركز على تدريبات الكره في تمرين اليوم. حسام البدري يعلن قائمه المنتخب النهائيه ب 26 لاعب استعدادا لمباراتي توجو. وزير الرياضه يدعو الجماهير لنبذ التعصب ويؤكد مصر جاهزه لنهائي الابطال. مواعيد القيد تسبب ازمه كبرى للاهلي والزمالك. حسن مصطفى يفضح ادعاءات الاتحاد المصري لكره اليد. ليفربول ضيف على مانشستر سيتي في قمه مبكره بالبريمير ليج. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، وخلونا نروح في البدايه لمراسلنا محمد توفيق، كان في تمرين الاهلي النهارده. مساء الخير عليك يا محمد.
مساء الخير يا ساره، بمس عليك وعلى زميلنا احمد وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. محمد، لو تقولي في البدايه كده اهم ملامح التدريب النهارده كانت ايه؟ يعني سريعا كده، اهم ملامح التدريب النهارده كانت مشاركه 19 لاعب من اللاعبين الصاعدين من النادي الاهلي، سواء مواليد 2001 او فريق 99، بجانب يعني زي ما بنقول ال10 الكبار اللي لسه متواجدين في الفريق، بعد طبعا انضمام عدد كبير من اللاعبين سواء للمنتخب القومي المصري او كمان اللاعبين المحترفين انضموا لمنتخبات بلادهم او كمان اللاعبين اللي بيقضوا اجازاتهم مع عائلاتهم في بلادهم خارج البلاد. التدريب يمكن بدا في تمام الرابعه عصرا، كان حريص مستر موسيماني انه يجتمع باللاعبين قبل التدريب لاعطاء بعض التعليمات، فبعد كده بدا التمرين وبعض الجمل زي ما بنقول التدريبات البدنيه الخفيفه في نص الملعب، بعد كده تبعها بعض التمرينات بالكوره، وبعد كده تقسيم اللاعبين لمجموعتين، مجموعه اللاعبين الصاعدين كانوا مع كابتن سامو انصام، اللاعبين الاساسيين او الكبار زي ما بنقول كانوا مع مستر موسيماني اللي حرص على ايقاف التدريب كذا مره لتحفيزهم وتصحيح الاخطاء اول باول. يمكن كان معظم تركيز التمرين النهارده على الخروج بالكوره من خط الدفاع بشكل سلس والتمرير القصير وعدم الاعتماد على التمريرات الطوليه وبناء اللعب زي ما بنقول من الخلف للامام. يمكن ابرز الحاجات اللي ظهرت النهارده في المران كان ظهور حسين الشحات في ملعب مختار التتش، يمكن اكتفى ببعض التدريبات البدنيه والتاهيليه مع كابتن طلعت عزيز اخصائي التاهيل، كمان محمد مجد قفشه المنضم للمنتخب المصري استغل النهارده كان فرصه ان كان في النهارده اجازه من تدريب المنتخب الاول استعدادا لانطلاق المعسكر المغلق من غدا ان شاء الله، وادى تبع التمرينات الاستشفائيه في الجيم هنا في النادي الاهلي وكان حريص على التواجد مع زملائه. كذلك سعد سمير يمكن ظهر النهارده في المران ادى التمرين بشكل كامل باستثناء بس التمرين في الاخر، التقسيمه اللي كانت في اخر المران اللي كانت بطول الملعب اكتفى بس سعد بالجري حول الملعب وعدم المشاركه في التقسيمه، لكن باستثناء كده كان مشارك بشكل اساسي في المران. كذلك برضو رامي ربيعه يمكن شارك في التمرين بشكل كامل، حتى التقسيمه كمان كان متواجد بيها رامي ربيعه اللي خلاص يعني بنسبه زي ما بنقول 98% بقى جاهز لخوض المباراه ان شاء الله الفتره الجايه. ان شاء الله بنشكرك يعني شكرا. اتفضلي محمد معايا؟ معاك. كان في النهارده تمرين قوي لحراس المرمى مع يانكو مشال، احمد طارق وعلي لطفي وحمزه علاء. بالفعل يمكن انت اشرت لنقطه مهمه جدا، كان التمرين النهارده اكثر من قوي زي ما بنقول، يمكن مستر ميشيل ما يعني زي عادته دايما سواء الحراس الاساسيين موجودين او حتى الحراس البدلاء، لا هو التمرين بتاعه بشكل قوي جدا لا يخلو زي ما بنقول من القوه والرجوله في الملعب. يمكن الحراس اللي ظهروا باكثر بشكل اكثر من رائع، كمان شارك في التقسيمه علي لطفي واحمد طارق سليمان شاركوا في التقسيمه اللي اقيمت في نهايه المران على طول الملعب بشكل كامل. بشكرك محمد توفيق. عظيم، بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق. دي كانت اخبار تمرينة الاهلي، فرصه الحقيقه يمكن يعني في ظل غياب الدوليين سواء المحترفين المحليين او الاجانب انه يطلع عدد من اللعيبه الناشئين، طبعا بنتكلم على عدد كبير هياخدوا فرصه يبص عليهم مستر موسيماني. الفتره اللي جايه منهم من الناشئين يعني اللي شفتهم لغايه دلوقتي شايف ان هم في بوتنشال قوي، فخري وعربي بدر وشادي رضوان. يعني شايف ان الثلاثه دول عندهم فرصه كبيره جدا، نتمنى ان هم يستغلوها طبعا احسن استغلال. نروح للمنتخب، وحضراتكم عارفين طبعا خلاص احنا ايام بسيطه جدا ويدخل المنتخب الوطني في مباراتين مهمتين، المباراه الاولى مع توجو هنا في القاهره، وبعد كده يوم 14 و17 ان شاء الله يسافروا يلعبوا في لومي في توجو المباراه الثانيه، ماتشين بست نقط نتمنى، وشايف انه المنتخب الحقيقه فرصته كبيره، والاسماء اللي ضمها الكابتن حسام البدري بشكل نهائي القائمه النهائيه يعني فيها اسماء محترمه جدا، عندنا معالم او شكل منتخب ممكن يستعيد هيبه الكره المصريه على المستوى الدولي مره ثانيه. القائمه النهائيه بالمناسبه فيها في حراسه المرمى محمد شناوي، محمد ابو جبل، ومحمد بسام، معاهم محمد هاني ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحجازي وعلي جبر وايمن اشرف، محمد حمدي، احمد ابو الفتوح، احمد توفيق، طارق حامد، النني، حمدي فتحي، عمرو السوليه، واحمد سيد زيزو، ومعاهم كمان رمضان صبحي ومحمد مجدي قفشه ومحمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد والمو ان شاء الله محمد صلاح هيكون موجود مع المنتخب، ومحمد مصطفى واحمد حسن كوكا وحسام حسن، وكمان النجم الصاعد بسرعه الصاروخ الحقيقه محمد شريف اللي نتمنى له ان شاء الله مستقبل كبير. في اربعه تم استبعادهم او استبعدهم كابتن حسام يعني من قائمه منتخب، اكرم توفيق، وبالمناسبه اكرم توفيق خرج من المنتخب الاول راح على طول على المنتخب الاولمبي، طاهر محمد طاهر للاصابه، احمد ايمن منصور ايضا للاصابه، وكمان من حراس المرمى المهدي سليمان حارس مرمى
بيراميدز. بكره ان شاء الله يبتدي بقى المعسكر مغلق لمنتخب مصر عشان يحضر ويجهز ان شاء الله لماتشين او لست نقاط في منتهى الاهميه، وماتشين اعتقد يحسموا المنافسه على صداره المجموعه بشكل كبير. كمان نروح لاكرم توفيق لاعب الاهلي المعار في صفوف الجونه اللي هينضم للمنتخب الاولمبي بقياده شوقي غريب بعد استبعاده من المنتخب الاول طبعا قبل مباراتي توجو بتصفيات امم افريقيا. هيخوض المنتخب الاولمبي مباراتين وديتين يوم 12 و17 نوفمبر الجاري ده قدام كوريا الجنوبيه والبرازيل ضمن برنامج الاعداد طبعا لاولمبياد طوكيو 2021. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاولمبيكس دي كانت المفروض تتلعب في 2020 ولكن بسبب احداث فيروس كورونا اتاجلت ل 2021 ومحدش عارف يعني ممكن تتاجل تاني ومحدش عارف. هو على كل الاحوال في حاله ضغط في المسابقات على مستوى العالم كبيره جدا ومحدش عارف لسه السيناريو ايه. نتمنى ان شاء الله انه يكون خير. طيب النهارده وانا كلمت يمكن امبارح واحنا بنتكلم على التاهل الاهلي والزمالك للمباراه النهائيه في دوري الابطال قلت لحضراتكم انها فرصه كبيره جدا. اولا ده شيء يعني يدعو للفخر بالنسبه لكل المصريين سواء كانوا بيشجعوا الاهلي والزمالك او غيرها من كل الانديه. حدث كبير ورقم بيتحسب للكره المصريه ان تكون اول دوله يتاهل منها فريقين لنهائي بطوله واحده هي مصر. وزي ما قلت لحضراتكم حدث هيتسلط عليه الضوء بشكل كبير كل وسائل الاعلام في العالم كله. عشان كده هنا وده اللي انا كنت يعني الحقيقه باكد عليه الكل مسؤول. الدوله مهتمه جدا بالحدث ده. واعتقد ان كل وطبعا الاهلي والزمالك بصفتهم الناديين اللي هيشاركوا فيه او هما طرفي النهائي مهتمين جدا. اهم حاجه ان الصوره بصرف النظر عن مين يكون موفق ويحسم البطوله من عدمه، اهم حاجه ان الصوره بتاعه الحدث ده تتنقل للعالم بشكل كويس جدا يعكس الصوره الجديده للدوله المصريه. النهارده دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الحقيقه يعني وجه دعوه لجماهير الرياضه المصريه بشكل عام بضروره انه يبقى يعني في تمسك بالروح الرياضيه وانه ما يبقاش فيه تعصب خصوصا خلال ماتش الاهلي والزمالك اللي هيجمعهم في نهائي دوري ابطال افريقيا. واكد انه نهائي دوري الابطال بين الاهلي والزمالك واللي هيقام ان شاء الله باذن الله يعني يوم 27 نوفمبر بيعتبر حدث تاريخي غير مسبوق في تاريخ الرياضه المصريه او حتى الافريقيه ويجب انه يكون على اعلى مستوى من كل النواحي. وده اللي اعتادت عليه الرياضه المصريه من خلال طبعا استضافتها لعدد كبير من الاحداث الرياضيه الكبيره والهامه جدا والعالميه في السنوات الاخيره. فيما يتعلق بمكان استضافه الحدث يمكن دكتور اشرف صبحي قال انه مصر جاهزه لكل الاحتمالات، عندنا بنيه تحتيه رياضيه وعندنا منشات رياضيه على احدث مستوى ودي واحده من الحاجات الحقيقه اللي بتعتبر اضافه كبيره جدا للدوله المصريه في السنوات الاخيره وجاهزه لاستضافه اكبر الاحداث الرياضيه في مختلف التوقيتات. واشار ان الوزاره حاليا وزاره الشباب والرياضه بتقوم بالتنسيق مع الجهات المعنيه عشان ترصد وتتابع الظروف الخاصه باقامه المباراه النهائيه ان شاء الله لدوري الابطال. كمان اتحاد الكره وضع الانديه المصريه زي ما قلنا لحضراتكم في بدايه الحلقه المشاركه طبعا ببطولتي افريقيا دوري الابطال والكونفدراليه الموسم اللي جاي في ازمه كبيره بسبب موعد القيد المحلي سواء الفتره الصيفيه اللي هيتم اغلاقها يوم 19 نوفمبر الجاري او الشتويه اللي هتبدا من 15 فبراير لحد 15 مارس الجايين. زي ما حضراتكم عارفين الاهلي بيشارك كبطل الدوري والزمالك الوصيف في النسخه الجديده من بطوله دوري ابطال افريقيا وبيشارك بيراميدز طبعا صاحب المركز الثالث والمقاولين صاحب المركز الرابع في بطولة الكونفدرالية. اتحاد الكورة أعلن أن موعد إغلاق القيد الشتوي في القائمة الأولى هيكون يوم 11 نوفمبر على أن يكون موعد إغلاق القائمة الثانية يوم 19 من نفس الشهر. الأهلي والزمالك طبعا بيواجهوا أزمة بسبب إغلاق باب القيد المحلي قبل طبعا انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا وبيطالب مسؤولو الناديين أن هم يأجلوا انتهاء القيد المحلي بعض الايام علشان يقدروا ان هم يستفيدوا بجميع اللاعبين المقيدين بالقائمه الحاليه في النهائي الافريقي طبعا اللي بيجمع الاهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري. المسؤولين في القطبين في النادي ده ونادي ده شايفين انه مش منطقي ان ينتهي القيد المحلي قبل نهائي افريقيا لان الناديين ممكن كده ان هم يضطروا ان هم يبقوا على بعض اللاعبين للمشاركه معاهم في النهائي وبعدين يتم استبدالهم بعد قمه 27 نوفمبر. لكن في حال الاستغناء عن اللاعبين مش هيتمكن الاهلي والزمالك من الاستفاده طبعا بيهم في النهائي في ضوء حاله الاجهاد والارهاق اللي بيسيطر طبعا على لاعبي الفريقين وحاجه كل فريق طبعا لجميع اللاعبين قبل النهائي المرتقب. خلينا نتفق يا ساره انه
انا مش شايف انه في ازمه، يعني وان كان في ازمه فهي ازمه مفتعله، ومش شايف في اي مانع الحقيقه يمنع من مد فتره القيد. احنا بنتكلم انه اي نادي مصري بصرف النظر ان احنا هنا قناه النادي الاهلي وبنتكلم عن النادي الاهلي، كان اهلي، كان زمالك، كان اسماعيلي، كان مصري، كان اتحاد، كان اي نادي بدل بيمثل مصر في بطوله خارجيه هو بيلعب باسم الدوله المصريه. واحنا لسه بنتكلم ونقول انه النهائي ده هيخدم الدوله المصريه وحدث كبير جدا وشيء بيحسب للكره المصريه وللدوله المصريه بشكل كبير، فلابد انه يترعى يعني يتاخد في الاعتبار مصالح الانديه المشاركه، الانديه اللي بتمثل مصر في الاول والاخر قبل ما تكون بتمثل نفسها. وبيتهيالي انه اي ازمه في الاطار ده او في يعني في الكلام ده اعتقد هتكون مفتعله ومش هتكون مقبوله باي شكل من الاشكال، خصوصا ان ما لهاش اي منطق، يعني اي قرار بيتاخد لابد ان يكون فيه وراء اسباب او يكون فيه منطق معين. وبما انه موسم على مستوى القاره الافريقيه لم ينتهي حتى اللحظه، وانه الاتحاد الافريقي مدوا لاسباب كثيره جدا خارجه عن اراده الجميع يوم 27، يبقى اعتقد اتحاد الكره المصري عليه ان هو يمد فتره القيد للنادي الاهلي والزمالك، واحنا بنتكلم في 24 ساعه او 48 ساعه ما اعتقدش انها هتكون مشكله على الاطلاق. ردا على الكلام ده الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكره يا احمد، اعلن اسباب رفض طبعا مسؤولي الجبلية مد القيد، وقال ان القيد لازم يغلق بنهايه يوم 6 ديسمبر، لكن اتحاد الكره دايما بيجعل القيد للدوري الممتاز بينتهي اولا وبعدين يفتح القيد في القسم الثاني وبعدين الثالث وبعدين الرابع بشكل متتالي حتى يسمح للاعبين الراحلين بوجود طبعا فرصه لعب في الدرجه الادنى. طيب انا هعدي الجزئيه دي لانه انا شايف زي ما قلت لحضراتكم ان المشكله حلها سهل جدا، يعني اذا كان في اراده ان احنا نحل هنحل، لكن اللي حاصل بقى في اتحاد كره اليد دي يعني انا حاولت الاقي لها عنوان حقيقه لكن ما لقيتلهاش ابلغ من انه في حاله عك، حاله عك. دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد قال انه الاتحاد المصري لكره اليد برئاسه هشام نصر ارتكب على حد تعبيره خطأ فادح بإصراره على تكملة ماتشات الدوري الخاصة بالموسم الماضي بنفس القائمة القديمة، وده وضع الحقيقة الفرق اللي بتنافس على اللقب في مشكلة كبيرة جدا بعد طبعا ما الفرقة دي عدلت من أوضاعها وعملت صفقات يعني جديدة واستبعدت عدد من اللاعبين، وخصوصا انه المسابقة بتاعة الموسم الجديد انطلقت بالفعل واتلعبت منه لغاية النهاردة حوالي 5 ماتشات، فإزاي يعني إزاي حد يجاوب على السؤال ده مهم جدا، ازاي نرجع نلعب او نرجع نستكمل مسابقات البطوله بتاعه الموسم الماضي، وكمان يعني ده ممكن يكون الى حد ما مقبول او مفهوم هعديها يعني، لكن ازاي ارجع العبها بالقائمه القديمه؟ وده اللي اصر عليه الاتحاد المصري لكره اليد، واللي الحقيقه ما يعني هو بياخد قراره ما رجعش او استشار الاتحاد الدولي في استئناف الماتشات الخاصه بالموسم الاخير بالقائمه القديمه. والاتحاد الدولي على لسان دكتور حسن مصطفى بيقول الاتحاد الدولي لم يتلقى اي مكاتبات او مراسلات تخص هذا الموضوع، وكل ما يتردد، خدوا بال حضراتكم وحطوا بقى 100 خط، وكل ما يتردد من تصريحات في هذا الشان على لسان مسؤولي اتحاد كره اليد المصري عاري تماما من الصحه، لان الاتحاد الدولي عنده لوائح ثابته وواضحه ولا يمكن الحقيقه ان هو يقع في مثل هذا الإجراء الخاطئ، ولا يسمح على الإطلاق بأنه يتم استئناف نشاط الموسم الماضي بعد ما ينطلق الموسم الجديد، والأهم والأغرب واللي مش مفهوم أنه يتم ده بالقائمة القديمة، وده شرط يعتبر طبعا زي ما وصفه الدكتور حسن شرط تعجيزي وخطأ فادح وقع فيه اتحاد كرة اليد المصري ولم يكن للاتحاد الدولي أي دخل فيه. طيب قبل طبعا ما نروح لفاصل، طبعا مباراة ليفربول ومانشستر سيتي النهارده الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، وليفربول هيكسب إن شاء الله. هي بدأت خلاص، نتمنى إن شاء الله اللي هيستمتعوا بيها طبعا تكون يعني مباراة قوية. مين هيكسب؟ يعني لو المان سيتي كسب ومحمد صلاح جاب هاتريك أنا هبقى في منتهى السعادة. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. يعني نتكلم شويه كره اوروبيه وحضراتكم النهارده تحديدا هنتكلم على البونزليجا والكالتشيو. لعشاق الكالتشيو انا عارف انه في مصر في اجيال كتير جدا اتربت على انه اهم كره بتتقدم في العالم في الكالتشيو، وفي هنا جماهير كتير جدا بتحب اليوفي وجماهير بتحب الميلان اي سي او انتر وجماهير بتحب روما وغيرها وغيرها من الفرق. بس خليني الاول اقف مع الدوري الالماني لانه امبارح كان في اكتر من لقطه مهمه جدا. انا هبتدي مع حضراتكم بلايبزيج، فرقه من الفرق اللي بتلعب كره محترمه جدا، ما بتعتمدش على نجوم العيار التقيل، ما بتصرفش بادجت يعني زي الانديه الكبيره جدا في اوروبا،
امبارح لايبزيج كان بيلعب مع فرايبورغ في الدوري الالماني وقدر يحسم المباراه 3-0. انا عجبني جدا واحنا حبينا نعرض على حضراتكم اهداف المباراه الجون الثالث. الجون الثالث امبارح جون من العيار الثقيل، جون يعني مزيكا. حضراتكم تفتكروا في كده تصويبات بتبقى من بعيد، انا بيتهيألي يعني انه اشهرها واكثرها اعجازا التصويبه بتاعت روبرتو كارلوس في مباراه البرازيل وفرنسا في ستاد دو فرانس. تصويبه تقريبا كانت صاروخيه من نص الملعب. الماتش ده في حاجه شبه كده، يعني الجون الثالث بتاع لايبزيج في فرايبورغ جابوا انجلينو او انخلينو سميه زي ما تسميه، لكن كرة الحقيقه اكتر من انا مستغرب اللعيب ده ازاي المان سيتي سابه بصراحه. بصوا حضراتكم دي الكره اللي بيتقال عليها في الثمانيات، عشان كده حبينا نعرض لحضراتكم اهداف المباراه. كره ولا اروع بصراحه، وكان في طبعا القمه، يعني طبعا لما بنتكلم على الباير وبنتكلم على دورتموند بنتكلم على قمه الكره الالمانيه، وما اروح القمه الحقيقه. ماتش كان في غايه الاثاره، طرف يتقدم طرف يتعادل وبعدين يتقدم وبعد كده طرف ثاني يتعادل وبعد كده يتقدم لغايه لما قدر بايرن ميونخ انه يحسم المباراه لصالحه. 3 أهداف للبايرن في مقابل 2 لبروسيا دورتموند. بالمناسبه الفرقتين دول فيهم 2 من اتقل واجمد الفراوده في العالم كله، يعني ليفاندوفسكي بعتقد انه الكل متفق انه ليفاندوفسكي السيزون اللي فات اثبت انه المهاجم رقم 1 على مستوى العالم متفوقا على كل الاسماء. يعني ما تقوليش هو بيلعب في حته تانية خالص. ماركو رويس اللي قدام حضراتكم ده نمره 11، الناس اللي بتحب تتفرج على لعيبه ليها ستايل اتفرجوا على رويس، هو بيخلص الراجل الحقيقه، يعني ما قدموش كتير في الملاعب. لكن انا بشوف ماركو رويس لو كانت نقل، وبالمناسبه هو جاله عروض كتيره جدا، لو كانت نقل لفرقه من العيار التقيل في اوروبا، دورتموند فرقه محترمه جدا وفرقه تقيله، لكن ما هياش البارسا، ما هياش اليوفي، ما هياش الريال، ما هياش المان سيتي، ما هياش ليفربول. ليفربول دلوقتي بقى من الكبار. رويس لو كان راح لفرقه ثانيه، طبعا ليروي ساني واحده من انجح صفقات الباير، لكن رويس في حته ثانيه الحقيقه. انا عايز حضراتكم تتفرجوا على الجون ده، هالاند استقبال وبيقابل مين؟ بيقابل اتقل حارس مرمى نوير، بيستلم براحته خالص وبيوسع نفسه وبيخلص. فكان ماتش الحقيقه فيه منتهى الروعه. انا عايز اخد حضراتكم للكالتشو بقى، وانا ده انا متحيز للكالتشو بصراحه، انا اتربيت على كره الكالتشو وكل نجوم العالم، يعني انت نجم لازم تلعب في الكالتشو، مفيش حته تانية، مع كامل احترامي للدوري الاسباني والانجليزي والفرنساوي والالماني، لكن الكالتشو كان وجهه كل نجوم العالم، كل الصحراء، كل الاساطير لعبوا في الكالتشو من اول مارادونا. يعني انا هتكلم من اول ما اتفرجت ابتديت اتفرج على كوره، يعني مارادونا ماشي، بلاتيني ماشي، عدي على زيدان، عدي على رونالدو الكبير، عدي على ديل بييرو، عدي على توتي، كريسبو، دينيس بيركامب، كل الاساطير الحقيقه دخلوا في الكالتشو. وللاسف شديد جدا تراجع الكالتشو كمسابقه لصالح الدوري الانجليزي وصالح الدوري الاسباني في السنوات الاخيره، يمكن عشان قلت اسماء النجوم، يمكن عشان المنافسه ما بقتش قويه، لكن يبدو انه كالتشو في طريقه لاستعاده امجاده مره ثانيه. خلينا نسمع اكثر ونعرف اكثر من الزميل خالد عامر الناقد الرياضي بموقع جريده ايس الاسبانيه، هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس. مساء الخير يا خالد. مساء الفل يا استاذ احمد. اهلا وسهلا بيك، وانا عارف انك انت برضو بيتهيألي يعني وصحح لي المعلومه من عشاق الكالتشو وتحديدا بتحب الميلان، صحيح ولا؟ ده حقيقي جدا. انا بس الاول يعني ايه، انا معجب جدا باداء حضرتك والبروفيشناليتي بتاع حضرتك على الشاشه وكده، بس انا حبيت حضرتك اكتر بكتير بعد المقدمه اللي قلتها عن الكالتشو. عن الكالتشو، طيب كويس، يبقى يعني احنا مدرسه واحده وهنتفق. خلينا نقول انه لسنين طويله يعني غابت اسماء كبيره عن الكالتشو وغابت المنافسه، وده اثر على قوه المسابقه بشكل كبير، لكن يبدو انه السيزون ده بيقول ان الكالتشو وراجع مره ثانيه. فرق كتير شمت نفسها، يعني بنشوف الميلان سواء انتر او ايسي راجع، اليوفي مازال يعني محتفظ بسكواد على اعلى مستوى، لاتشو ما بيبقاش بعيد قوي عن الفرقه دي، وروما كمان داخل. متوقع شكل المنافسه في الكالتشو السنه دي يكون عامل ازاي؟ طيب خليني بس اقول الاول انه زي ما حضرتك ما تفضلت شاكرا وقلت انه على مدار التاريخ في التسعينات والثمانينات واوائل الالفينات كان الكالتشو هو وجهه كره القدم في العالم، اي حد بيحب يتفرج على كوره كان بيروح يتفرج على السيريا على طول. طيب
بسبب النجوم الكتير اللي حضرتك ذكرتهم، ومفيش تقريبا فرقه ما فيهاش 6 7 نجوم من العيار حارة الثقيل، من تقيل نجوم حقيقي. الصف الاول. الاتحاد الايطالي وفشل الاتحاد الايطالي في اداره شؤون الكره الايطاليه، من حيث التسويق، من حيث حقوق البث، من حيث حاجات كتير جدا، سحب الاهتمام شويه من الكالتشو، فبالتالي سحب الفلوس الكتير اللي كان النجوم بياخدوها، وبالتالي بدا الكالتشو يفضى شويه شويه من النجوم التقال اللي احنا بنتكلم عليهم. وكان اخرهم في 2011 2012 لما الميلان ساب 8 لعيبه كلهم كانوا من العيار التقيل جدا، بتكلم على تياجو سيلفا، ابراهيموفيتش، سيدورف، جاتوزو، نيستا، مالديني كان اعتزل قبلهم، كاكا كان وارجع راح بقى عند لريال مدريد. ريتشينكو وسيدورف وقائمة ده وجورج الجيل اللي ويا. قبلهم بالظبط، دي الاجيال السابقه. طيب بدايه من 11 12، من موسم 11 12 بدا الكالتشيو ينهار بسبب ان ما فيش نجوم كبيره في الدوري، فبالتالي ما فيش اهتمام اعلامي بيها، فما فيش اعلانات بمبالغ كبيره زي الدوري الانجليزي والدوري الاسباني. اللي كان الدوري الانجليزي يعني الدوري الاسباني تحديدا هم فرقين بس مستحوذين على كل نجوم العالم تقريبا، تتكلم على فرقه فيها راموس ورونالدو وكاكا و و و و والفرقه الثانيه فيها ميسي وفيها انيستا وتشافي وبيول وهكذا. فالاهتمام الاعلامي ادى الى صرف مبالغ طائله على الدوري الانجليزي والدوري الاسباني، وهو ما سحب البساط شويه ايوه. من الدوري الايطالي. طب خليني اسالك، هل الدوري بتشوف الايطالي انه بدا يرجع. خليني اسالك على الموسم ده تحديدا، هل بتشوف انه الموسم ده قد يشهد يعني نهايه هيمنه اليوفي على السيري اه وعلى الدوري الايطالي، ولا ما ستستمر الهيمنه من وجهه نظرك؟ بص، المؤمنين الماضيين كانوا عكس، يعني احنا عارفين يوفي خد 8 القاب متتاليه او 9 القاب متتاليه، بس الموسمين كان بياخدهم بمنتهى السهوله اللي في الدنيا، يعني الفرق ما ايوه بينه وما بين المنافس بتاعه او الاقرب منافسيه 10 11 20، كارقام خياليه كده. الموسمين الماضيين كنا بنراهن على انه تقويه صفوف الفرق الاخرى هتؤدي بالتالي الى صعوبه المنافسه على لقب يوفنتوس البطولة. او مع يوفنتوس، بس يوفنتوس هيظل بيحسم اللقب بسبب خبراته. دلوقتي الخبرات موزعه، عندك فريق انتر ميلان عنده سكواد قوي جدا. جدا النقطه الـ او خلينا نقطه الضعف في انتر ميلان هو مدربه انطونيو كونتي، كونت مذبذب جدا، وشويه يلعب على البيلد اب من تحت، وشويه يلعب على الكره الطويله، وشويه يلعب على استحواذ في نص الملعب. هو مش عارف هو عايز ايه مع انه معاه سكواد معاه جامد. سكواد محترم جدا بالظبط. حقيقي. روما بيرجع في الطريق، عنده ديفوهات بس روما بيرجع في الطريق. نابولي قوي جدا، خاصه بعد التعاقد مع اوزيمين بقى عنده قوه هجوميه كبيره جدا. ميلان بيشق الطريق، بس ميلان احنا خلينا نكون واقعيين ونحط رجلينا على الارض، ميلان مش هيكمل منافسه للاخر. ميلان دلوقتي متصدر الترتيب ب 16 نقطه، بس ما عندوش السكواد وما عندوش طول النفس اللي يسمح له ان هو يكمل لحد اخر السيزون. الاهم لميلان دلوقتي ان هو يلم اكبر عدد من النقط عشان يتاهل تشامبيونز ليج السنه اللي جايه. هرجع اتكلم تاني عن ميلان، بس دلوقتي احنا بنتكلم عن يوفي. المنافسين ليوفنتوس بقوا كتير، هل ده هيسحب منهم الدوري؟ دي حاجه الدوري السنه دي قوي، فصعب ان احنا نتكهن مين اللي ممكن ياخده. ولكن الدوري مش هيبقى بالسهوله اللي كان عليها المواسم بس السابقه، خليني اقول لك برضه بالعكس يا خالد هيبقى انه جزء من الحاجات اللي بتصب في مصلحه الدوري الايطالي، اللي اعتقد انها هتبتدي ترجع له شعبيته وجماهيريته، انه المسابقه الاسبانيه او الليجا الاسبانيه ما بقتش بنفس الحاله اللي كانت عليها في السنين الاخيره، واعتقد انها الى حد كبير فقدت جزء كبير من بارقها، وده ممكن يصب في مصلحه الدوري الايطالي برضه. ده مظبوط جدا، ودي اللي كانت النقطة اللي هتكلم عليها. أنا عايز أشكر ريال مدريد أو فلورنتينو بيريز تحديدا على عودة الدوري الإيطالي للمشهد، لأن لولا الخلاف اللي حصل ما بينه وما بين رونالدو رونالدو وبالظبط كريستيانو رونالدو، واللقطة الشهيرة لما رونالدو جاب الجون في يوفنتوس وجمهور يوفي قام سقف له، فرونالدو اعجب بيهم جدا. فلما حصلت مشكله ما بينه وما بين ريال مدريد قرر ان هو ينتقل الى يوفنتوس بسعر محدش كان ممكن يتخيله، ان هو يروح مقابل 112 مليون، ده سعر زهيد جدا بالنسبه لحد باسطوريه كريستيانو رونالدو. انتقال كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس اعاد الاهتمام الى الكالتشو بشكل كبير جدا. تبعه على طول انتقال زلاتان ابراهيموفيتش من لوس انجلوس جالاكسي
لانتر لاي لاسي سي ميلان ميلان. بالضبط، وانتقال حفنه من اللاعبين من الدوري الانجليزي الى انتر ميلان، لوكاكو وشليونج والكسيس سانشيز تحديدا، وبعديهم كريستيان اريكسن، كل النجوم اللي توافدت على الانتر والاي سي واليوفي اعاد للكالتشيو بريقه وسحب شويه البساط، خاصه ان ما بقاش فيه الرايفلي التنافسيه ما بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ايوه اللي الناس اصلا كانت بتتفرج على الليجا بسببها. عشان يعني حاله الصراع دي حقيقي. بص خالد، بالظبط بالظبط انا لو قعدنا نتكلم في الكالتشو انا ممكن اقعد اتكلم معاك ساعات، بس للاسف مش هنخلص. ايوه وقتي يعني مش هيسمح بده. بشكرك شكرا جزيلا، بس ممكن نعمل شكرا حلقات جزيلا، وحلقات مره تانية على الكالتشو. اكيد بشكرك شكرا جزيلا، النقد شكرا الرياضي خالد جزيلا عامر، مستر. النقد الرياضي بموقع جريده ايس الاسبانيه. دي كانت فقره الفيديو كونفرنس، وانا بقول لحضراتكم توقعي انه السيزون ده في الدوري الايطالي هيبقى في منتهى القوه، هيبقى في ماتشات كتير جدا ممتعه للناس اللي بتحب تتفرج على كوره. فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية في السادات. برحب بحضراتكم مرة تانية، وطبعا عندنا كلام كتير عن الأهلي في عهد موسيماني والفترة دي شكلها إزاي طبعا مع موسيماني، وطبعا منتخب مصر بعد الإعلان عن القائمة النهائية طبعا، ومباراتي توجو المهمين جدا ومحتاجين جدا ان احنا نكسبهم. كل ده طبعا مع كابتن الملاعب والتحليل، نجم التحليل طبعا، كابتن عادل مصطفى. منورني يا كابتن. اهلا بيك يا ساره، مبسوط انا موجود معاكي، وان شاء الله تبقى حلقه حلوه. دايما بنبقى مبسوطين بتحليلك وبتمتعنا وبنتعلم منك كتير طبعا يا كابتن عادل. ربنا يخليك، ده شرف ليا طبعا، وموجود في قناه بيتي وباخد حريتي، اخدت مساحه كافيه ان انا اتكلم، والحمد لله يعني في مردود طيب وبحمد ربنا يعني. قبل ما ندخل على الاهلي كنت لسه بقول لك انه صلاح جاب جون من ضربه جزاء ماتش ليفربول ومانشستر سيتي، كنت بقول لك شكلك بتشجع مانشستر سيتي. لا مشجع ليفربول، مشجع ليفربول، ومباراه مهمه جدا لليفربول ان هو يبعد عن السيتي المنافس التقليدي اللي بقاله فتره طويله، المرشح رقم واحد للدوري الانجليزي وهو بيبقى السيتي، فانت مباراه النهارده هتبعده 7 نقاط عن السيتي، بتبقى هتدي افضليه لطول الدوري. السيتي مش في احسن حاله، ولكن ال7 نقاط هيبقى فيه اريحيه شويه، طبعا في منافسين تانيين كتير، ولكن النفس الاخير شويه بيبقى عند السيتي وليفربول، هم اللي عندهم الكواليتي اللعيبه اللي تقدر تخليهم يكملوا لغايه النهايه، فهي المنافسه الحقيقيه. حتى مش لو ليفربول وسيتي مش هم اللي راكبين الجدول، ولكن في الاخر هتلاقي ان ليفربول وسيتي هم اللي بيقربوا في الاخر، هم اللي السباق في الاخر الاسابيع هم هتبقى بينهم، ولكن ال7 نقاط دول هيفرقوا جدا. كمان ليفربول السيتي لسه عنده مباراه مؤجله، يعني ليفربول لعب 8 السيتي لعب 7، فحتى لو كسبها الفريق ب4 نقاط، ال4 نقاط برضو كتيره بين السيتي وليفربول، فنتمنى ان ليفربول يفضل مكمل ونجمنا محمد صلاح يفضل مكمل على نفس المستوى، النهارده سجل هدف، ويا رب كده نشوف اخر الدوري يبقى هو يعني هداف البريمير ليج يعني. طبعا بنتمنى ده، ويمكن يا كابتن عادل كل يوم انا واحمد لما بتيجي سيره ليفربول ومان سيتي بنتكلم على ان انا بحب قد ايه يورجن كلوب وبشوفه مدرب كبير قوي، وطبعا احمد بيتفق في ده، ولكن هو بالنسبه له بيب جوارديولا الاعظم. انت من انهي مدرسه، جوارديولا ولا كلوب؟ يعني ممكن نقول ان كلوب شويه شبه في الحته النفسيه دي شبه موسيماني مثلا؟ لا كلوب، هما مدرستين مختلفتين. يعني جوارديولا نجح ان يبقى عنده فلسفه والناس تقدر تشتغل عليها، كلوب مختلف، يعني صعب ان ناس كتير تبقى جوارديولا. جوارديولا مدرب ناجح ويعني من مدرب كبير، وممكن قعد فتره طويله وهو من احسن مدربي العالم، ولكن الواقعيه اكتر عند كلوب. الواقعيه وان هو يقدر يشتغل بيها مع كذا فريق، مش فلسفه واضحه، هو بيقدر يبني فريق كويس، بيقدر يكون فريق كويس، ودي حاجه مهمه جدا. عناصر مختلفه ما بين السرعات وما بين المهاره وما بين التاكتكس كويس، فكلوب بالنسبه لي انا كلوب الافضل دلوقتي، ممكن كلوب اخر سنتين هو الافضل، لعب فاينل قدام ريال مدريد وخسر، بعد كده الفاينل الثاني رجع خد الشامبيونز ليج، خسر بطوله الدوري بفارق نقطه، بعد كده رجع اخد بطوله الدوري، فبالنسبه لي هو اخر سنتين ثلاثه هو كلوب هو رقم واحد. الواقعيه هو بالنسبه لي برضو كلوب هو اللي بيشتغل بواقعيه اكتر، بيتعامل مع اللعيبه بشكل نفسيا كويس، علاقته باللعيبه كويسه جدا جدا، وده برضو يرجع للاستقرار، ان كلوب برضو يعني عدد السنين اللي قضاها في ليفربول كبيره، عنده مشروع بيشتغل عليه قدر ينجح فيه، ولا زال عنده، ولا زال ليفربول مع
بايرن هم احسن فرقتين في العالم، اكتر فرقتين متكاملتين في العالم. ليفربول في منطقه مختلفه عن كل فرق العالم كلها. وده طبعا بفضل يرجع لكلوب. فانا بالنسبه لي كلوب هو الواقعيه. جوارديولا اي حد عايز يتعلم حاجات ليها علاقه يعني ببنيه الهجمه، بالحاجات اللي فيها فلسفه في الكوره كتير، جوارديولا هو اللي تاخد من جوارديولا. لكن كلوب لا، كلوب عنده تفاصيل تانية غير التاكتكس بس. فدي انا بالنسبه لي كلوب هو المتصدر دلوقتي يعني. ده متفقين في دي. طيب لما نتكلم على الحته النفسيه اللي بيتميز بيها يورجن كلوب، لما باجي اقول على موسيماني بقى وقد ايه الحته دي بنت قوي بدري، يعني لما بنتكلم يا كابتن عادل انه مباراه انبي او المباراه الموسيماني في الدوري مع النادي الاهلي كان باين قوي تطور على اللعيبه، زي ما بنقول انه باين قوي ان ده تطور نفسي قبل اي حاجه، يعني اللعيبه دي ظهرت بشكل كويس قوي، الراجل عرف يتعامل معاهم نفسيا من اول يوم. شفت الموضوع ده ازاي؟ هو طبعا خلينا نتفق ان النادي الاهلي يعني اي حد في قاره افريقيا بيحلم ان هو يدرب طبعا النادي الاهلي. فنتيجي فرصه لموسيماني وفرصه صعبه، خلي بالك فرصه مش سهله، حاجه مش سهله طبعاً. والوقت هو شاف الفرقه قبل كده، شاف الفرقه كتير وهو بيلعب النادي الاهلي قبل كده، وكسب وخسر ماتشات، يعني موجود في القاره، يعني مش حد بعيد يعني. مش هجيب حد من اوروبا لسه هيقعد يدرس الفرقه وان هو يشوف اللعيبه وشويه اللعيبه الافارقه، اذا كان بقى شمال افريقيا او 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 او, أو جنوب افريقيا، ليهم طريقه مختلفه شويه في التعامل. مش زي اوروبا، هم شويه احنا ميالين شويه لامريكا اللاتينيه زي البرازيل والارجنتين طبعا، مع فرق الكواليتي، زي البرتغال، زي اسبانيا من اوروبا، دول بالذات يعني كواليتي بتبقى كواليتي بتاعت اللعيبه مختلف يعني. في الاتجاه ده اللعيبه شويه بتبقى محتاجه نفس التعامل. لو جينا بصينا نفس للناس اللي نجحت في مصر كتير، هتلاقي معظمهم برتغاليين برازيليين، هم دول اكتر ناس نجحوا في مصر. كان في مدرسه الالمانيه في الاول التسعينات دي كانت ناجحه برضو، وفي اخر الثمانينات كان فيها نجاح، ولكن ما بعد ذلك المدارس البرتغال البرازيل مع الاهلي مع الزمالك مع 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 كل الانديه، تلاقي ان هم دول اللي بينجحوا اكتر. الطبيعه متشابهه شويه زي ما اتفقنا مع فرق الكواليتي، ولكن الطبيعه واحده. طبيعه ان الناس شعب بيحب الكوره، شعب دايما ميال للكوره، فالطبيعه واحده. موسيماني قدر يدخل بسرعه في الفرقه، ان معاه فرقه كويسه، معاه عناصر كويسه جدا. كان عنده، انا بالنسبه لي هو كان محظوظ ان هو جه في وقت كان في مدرب مش مركز، فهو جه في وقت لما ركز تركيز شويه 40-50% فبان الشكل على الفرقه. عايز تقولي حاجه؟ كنت عايزه اقول لك لو وقفنا عند الحته دي بقى، انه هو كل الظروف هي بالنسبه لفايلر في الفتره الاخيره وموسيماني، ايه من وجهه نظرك الاختلاف؟ يعني دلوقتي احنا بنشوف مع موسيماني في تطور فنيا كمان بالنسبه للفريق على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، في دلوقتي استحواذ بشكل كبير، في الفريق بيطلع على المرمى بشكل اكبر. كل ده اختلافات حصلت واكتر كمان، حضرتك هتقول لنا عليها اكتر. شايف الاختلافات دي كانت ازاي؟ حصلت ازاي؟ الاختلافات ليها كذا نقطه نقدر نتكلم فيها. اولا المدرسه، مدرسه فايلر وموسيماني مدارس مختلفه. مدرسه كرة يعني كرة شوية بتتمتع بالمهارة، كرة جنوب أفريقيا لو اتفرجت حضرتك على كل أندية جنوب أفريقيا هتلاقيهم بيلعبوا كرة كويسة، في سرعة في الأداء، في مهارة. فده شوية مناسب لينا شوية. المهارة اللعيب المصري شوية بيحتاج، بيبقى عايز حتة زي دي تتساب له يتحرك فيها. فايلر مدرسة مختلفة، فايلر منظم، لعب بيلعب لعب مباشر، ممكن يكون التفاصيل عنده قليلة شوية، موسيماني عنده تفاصيل أكتر اشتغل عليها. فالمدرستين مختلفتين، فالطبيعي حتى لو الاثنين ناجحين ما نقدرش ننكر نجاح فايلر في البدايه، ولكن حتى النجاح اللي كان في البدايه الارقام مش يعني غير موسيماني. ارقام فايلر في البدايه ليها علاقه باللعب الطويل شويه، كان في لعب طويل كتير، لعب مباشر كتير، الاستحواذ كان كتير ولكن كم الباسات كم التمريرات. يعني انا ممكن اعمل استحواذ ب 350 باص في المباراه تمريره، وممكن اعمل استحواذ ب 500 وحاجه. في فرق بين الاثنين، يعني في فرق كبير بين الاثنين في معدلات الجري، وفي حاجات كتير جدا في الكور البيانيه اللي بتتلعب في المباراه. لما عدد التمريرات بيزيد، فطبيعي التمريرات البيانيه المهمه، الحاجات اللي فيها مفاتيح الباص او الحاجات اللي فيها الاسيست كمان بتزيد اكتر. فده كان فارق برده بين موسيماني لصالح موسيماني. فايلر كان لعبه شويه مباشر. الفترة الأخيرة لفايلر كان بعد الكورونا، هو دماغه ما كانش بنفس التركيز اللي كان موجود قبل الكورونا. دماغه انشغلت شوية، هو كان ممكن يكون قلقان عشان أسرته،
فبرضه لما تلاقي حد حابب قوي انه يبقى موجود غير لما هيديك انطباع احسن غير لما يكون حد موجود بس هو مش يعني حاسس ان في حاجه ناقص، حاسس ان هو مش مبسوط قوي، حاسس ان هو في حاجه ناقصاه. الامور دي مختلفه يعني، حتى لو انا 8 من 10 وحياتك 10 من 10 وانت مش مركزه وانا مركز هتلاقيني انا عديت، هتلاقيني انا وصلت لمرحله اعلى منك. فده الموسيماني كان محظوظ فيه شويه ان هو جه بعد فتره ما كانش فيها تركيز قوي من المدير الفني كان فايلر، ما كانش فيه تركيز باحسن باكتر جهد عنده. فلما جه اشتغل في شغل بان رجع شويه هويه النادي الاهلي في الحته اللي احنا متعودين عليها، الاستحواذ بعدد تمريرات كتيره مش استحواذ بس. طب انا حابه ان حضرتك تقرا لي الاستاتستكس الاحصائيات بتاعت موسيماني طبعا مع النادي الاهلي فنيا، يعني لو بنتكلم على انه لعب 6 مباريات وقدر ان هو يكسب 5 مباريات، اتهزم في ولا مباراه، اتعادل في مباراه واحده بس، وليه 12 وعليه 1. معدل بقى نسبه الاستحواذ 52%، وصل ل 61 خلال مباراه المقاولين و56 في مباراه انبي. معدل التمريرات الصحيحه 460، وصل لاعلى معدل تمريرات صحيحه 568 خلال مباراه طلائع الجيش، ونسبه التمريرات الصحيحه 87%، واعلى معدل ليه كان 89% خلال مباراه طلائع الجيش. المعدلات دي كلها لو جينا قارناها بفايلر هتلاقيها اعلى في كل حاجه. ممكن تلاقي الاهداف متساوية، ممكن تلاقي النقاط متساوية، ويمكن كمان كان فايلر في بدايته كان كم النقاط في الدور الأول أعلى من كم النقاط في الدور الثاني. ولكن في حاجات اللي هي ليها علاقة بالاستحواذ، ليها علاقة بالتمريرات الصحيحة، الحاجات دي كلها زادت. بس أنا هقف عند حتة يعني نقطة مهمة جدا الناس ممكن شوية ممكن تعدي عليهم، دي اللي بتبين لك فلسفة المدير الفني هو بيشتغل على إيه. مباراة طلائع الجيش، مباراة طلائع الجيش لو حضرتك تفتكري كان في 8 في الملعب مش من الاساسيين، وكان في لعيبه صغيره موجوده، وكان في لعيبه بقالها كتير ما بتلعبش. ادوا بنفس الطريقه اللي او نفس الفلسفه اللي كانت موجوده في المباريات الخمسه اللي قبل كده. فبالتالي ده يوريكي فلسفه المدير الفني ان هو انا بشتغل على ده وان كله بينفذ. في شخصيه قويه حددت ان هو ده هيتعمل وبيتعمل، وده باين جدا ان الارقام بتزيد. ولكن مباراه طلائع الجيش بشكل خاص هي مختلفه، لان اللعيبه اللي موجوده مش هم العشره، مش الفول تيم اللي لعب مباراتين الوداد، مش هم اللي لعبوا مباراه ام بي، مش هم اللي لعبوا مباراه بيراميدز، ومع ذلك نفس الشكل وطريقه اللعب، نفس الارقام، بل الارقام كمان كانت زياده. ومع كمان الخصم مش قليل، فرقه الجيش فرقه كويسه، فرقه عندها عناصر كويسه، وكانوا بيلعبوا المباراه باريحيه ان هم ما عندهمش حاجه، كان مراكز الهبوط كمان اتحددت، فبالنسبه لهم ما عندهمش مشكله، كان عندهم اريحيه تماما. في حاجات اتعملت، يعني الهدف المبكر في مباراه الجيش هو هو الهدف المبكر في مباراه الوداد، هو الهدف المبكر في مباراه الوداد اللي قبلها باشخاص مختلفه. اذا فانت بتتعاملي مع عقليه قدرت توصل للجميع نفس انا عايز ده، عايز اشتغل على ده، وده واللعيبه اشتغلت عليه. فدي برده نقطه مهمه تحسب لموسيماني. في حاجات كتير جوه الملعب بقى ليها شكل مختلف، الادوار الدفاعيه الاجنحه بقت شكلها مختلف. كان عندنا مشاكل دفاعيه كتير، يعني برضو الناس احنا اتكلمنا في نقطه الاستحواذ، ده الجانب الهجومي، نقطه الاستحواذ، نقطه التمريرات الصحيحه، نقطه ان التمريرات البينيه، ده كل ده بالشيب الهجومي للفريق. طب الشيب الدفاعي عامل ازاي؟ الشيب الدفاعي النادي الاهلي كان عنده مشاكل في الفتره بتاعت فايلر، ان في حاجات كتير جدا بتتلعب في خط الظهر، الحاجات الكره الطويله كلها كانت معظمها كانت بتبقى خطر. لو جيتي مسكتي بعد موسيماني الاخطاء دي قلت بالتدريج، يعني مباراه امبي غير مباراه المقاولين غير مباراه بيراميدز، مباراه بيراميدز كمان لعبنا اكتر من 60 دقيقه بنلعب ناقصين وكم الفرص عليكي قليله، وبيراميدز فرقه من الفرق اللي عندها كواليتي لعيبه عاليه يعني زي الاهلي والزمالك، فانك تقدري تخبي الاخطاء دي حاجه برده مش سهله. الناس بتتكلم، ممكن اتكلم ان انا اعمل شبه هجومي كويس، اقدر اعمل استحواذ كويس، ولكن لما اجي اعمل المعادله دي في كمان ان انا اقدر اخبي كمان اخطائي الدفاعيه بسرعه، اقدر اقنع الاجنحه بتاعتي اللي هم طول الوقت بيهاجموا ان هم يبقى موجودين في مباراتين الوداد ومباراه بيراميدز اللي بنلعب فيها ناقصين ومباراه الجيش وكل مباراه، ان هم طول الوقت تحت الكوره وطول الوقت بيقدموا الواجب الدفاعي بشكل كويس. اذا فلا، في عقليه قدرت توصل اللعيبه في وقت قليل جدا، وده صعب جدا، مش حاجه سهله في الكوره انك تدخل المرحله دي بفكر مدرب وتقدر تنفذه. ممكن انفذه على الجانب الدفاعي، وممكن مدرب يشتغل الجانب الدفاعي، يبدا يعمل شيب دفاعي للفرقه الاول، وبعد كده يبدا يبني حاجه تانية. هو نجح انه يعمل حاجتين في وقت واحد اكيد،
انا بالنسبه لي تقييم المدرب لازم ياخد وقت، لكن انا موسيماني تقييمه ليه، انا تقييمي الموسيماني جيك كان سريع، لان هو دخل في حقبه مباريات كتيره صعبه وتعامل معاها بشكل كويس. فانا بالنسبه لي فنيا اقدر اقيمه. اكيد لسه عندنا احصائيات كتير وقراءه فيها كمان يا كابتن عادل، ولكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه منورني نجم التحليل كابتن عادل مصطفى. يا كابتن كنت عايزه اروح معاك لفكره، في رابط بيجمع بين موسيماني وجوزيه، مش بس في حته العشق المبكر من جماهير النادي الاهلي لموسيماني وجوزيه، ولكن في اهتمام بالتفاصيل، تفاصيل المباريات. يعني انا فاكره لما حضرتك كنت معايا في اول حلقه ليا في البرنامج وقلت لي انه فكره ماتش ريال مدريد ومستر جوزيه لما قال لك انك لو لعبت على مكاليلي مان تو مان ووقفته انت كده خلاص احنا كسبنا ماتش ريال مدريد. دي حقيقة. وحصل انه كان في طبعا منك تألق كبير جدا في مباراة ريال مدريد. هل ممكن نقول انه في تشابه بين المدربين في حاجة زي دي، في الاهتمام بتفاصيل المباريات والتفكير بالشكل ده؟ ممكن، زي ما اتفقنا في البداية، زي ما قلنا في بداية الكلام، من مدرسة افريقيا، شمال افريقيا وجنوب افريقيا، جنوب افريقيا كدولة بالذات، ان هم بيحبوا الكورة وشوية متشابهين زينا في الكوره، يعني متشابهين في حبنا للكوره وفي طريقه الاداء. اتفقنا ان البرازيل والبرتغال واسبانيا والارجنتين، يعني الدول دي يعني طريقتهم في التعامل مع الكوره شويه قريبه مننا مع اختلاف الفروقات الفرديه، ولكن العقليات شويه قريبه. يعني حتى لما يعني معظم الدول منتخبات افريقيا بتروح للمدارس دي، المدارس اللي هي قريبه منها، مدارس البرتغال ومدارس البرازيل، هتلاقي مدربين كتير اشتغلوا بارجنتين اسبانيا، هتلاقي ان مدارس كتير بتحب ده، مدارس اللي كمان الفرقه اللي بتحب الكوره، المنتخبات اللي بتحب الكوره. فموسيماني وجوزيه، مش عايز اظلم موسيماني عشان يعني المقارنه ظالمه تماما. موسيماني لسه يعني خلينا نتكلم برضو فير، يعني موسيماني لسه ما حققش حاجه مع النادي الاهلي، هو حقق اداء كويس ونتائج كويسه في فترة زمنية قليلة، ولكن هو لسه ما اخدش بطولة، لسه ما عملش حاجة مع الاهلي، ولكن ممكن نقول في حاجة من ريحته شوية، في حاجة في طريقة التعامل مع فرق الشخصية. طبعا جوزيه شخصية جبارة، شخصية لا تقارن، شخصية قوية جدا. وجوزيه كمان عمل نفسه سي في كبير في مصر، ما قدرش يحققه في حتة تانية غير مصر. يعني حتى لما راح السعودية مع الاتحاد، وراح سافر ايران، وسافر انجولا ومسك منتخب انجولا، ما اداش نفس ده في النادي الاهلي، ده ما يقللش منه، ولكن هي كوره كده. الكوره ممكن تلاقي لقطه كويسه جدا في 3 4 سنين مع فريق بتأدي فيه بشكل كويس جدا، ما تقدرش تحقق ده تاني، وفعلا صعب انك اللي هو حققه مع النادي الاهلي يحققه مع حد تاني. موسيماني لسه عنده اول، مش هقول اختبار، لكن اول فرصه ليه ان هو يقدر ياخد بطوله، ان شاء الله بطوله افريقيا، وان شاء الله انا على المستوى الشخصي متعاطف معاه ونفسي ياخد البطوله. انا يعني حابب الشخصيه وحابب طريقه التعامل مع اللعيبه، ومتعاطف معاه ان هو كمان في تواضع شويه في التعامل، عكس شويه ان كان في فايدر، كان في شويه عجرفه شويه في التعامل حتى مع الصحفيين، حتى يعني مش عايزه يعني ادخل في الحته دي قوي، لكن انا شايف الفرق ان انا بحب المدربين كده، المدربين عنده شخصيه قويه، بيعرف في التفاصيل لعيبته، وفي نفس الوقت متواضع، ودي حاجه مش سهله تتعمل. بيعرف يتعامل مع الاعلام الى حد ما بشكل كويس جدا، ذكي، ولكن برضو مش عايزين نبقى ان احنا يعني ندي الموضوع اكبر من حجمه قوي، الا كمان محتاج بطوله، محتاج تاخد بطوله وبطوله كمان عشان تقدر تروح. تتوقع ان ده هيحصل، ان احنا في يوم من الايام هنقول انه موسيماني عمل سي في قوي مع النادي الاهلي ونتكلم زي ما بنتكلم على جوزيه وقد ايه عمل يعني انجازات رائعه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي اي حد، اي مدرب ذكي لو قدر يستغل وجوده في النادي الاهلي بتركيز عالي يقدر يعمل انجازات كتير. النادي الاهلي لما نقول السنين العجاف في النادي الاهلي، سنين العجاف في النادي الاهلي من 2000 ل 2004 ما اخدش فيهم بطوله دوري، اخد فيهم بقى كام بطوله؟ اخد دوري ابطال افريقيا، اخد كاس سوبر افريقي، اخد 2 سوبر مصري، اخد 2 سوبر مصري، اخد 2 كاس مصر. ده فتره الفتره العجاف، يعني اللي ما كانش فيها دوري، يعني بتتكلمي في ارقام مرعبه برضو. فالمدرب الذكي اللي يقدر يجي النادي الاهلي ويقدر يشغل وقته كله بان هو يقدر يعمل حاجه مع النادي الاهلي، اختيارات صحيحه، يقدر يبني فرقه قويه، معاه اداره ما بتتدخلش في اي حاجه، وده نادرا لما بيحصل. لما تلاقي فرقه كبيره الاداره ما بتتدخلش في حاجه، انت المدير الفني اللي بيطلبه بيجيبه،
حتى الاداريين اللي موجودين ما لهمش اي علاقه بالحاجات الفنيه، كل واحد بيشتغل شغلته، ودي حاجه برضو حاجه من الحاجات اللي منجحه النادي الاهلي. فالمدرب اللي يجي ما يقدرش يستثمر ده يبقى مش هقول عليه يعني مش ذكي كفايه، مش ذكي كفايه ان هو يقدر ما يقدرش يستثمر ده. كل اللي جم ممكن يكون الظروف ما كانتش مساعداهم. فايلر كان عنده فرصه ذهبيه انه يقدر يعمل ده، ان هو كان في البدايه كان محبوب جدا من الجمهور، والناس كلها كانت شايفه ان هو بيأدي بشكل كويس، كان يتوج ببطوله، وكان يبدأ يدخل في حاجات، يعني كان هيبدا يدخل في مرحله كويسه جدا. ولكن هو اختار موسيماني، اعتقد ممكن يبقى عنده ده، ليه لا؟ النادي الاهلي فريق كبير باداره بجمهور، عندك كل مقومات النجاح انك تقدر تشتغل بشكل كويس، تقدر يعني تجني بطولات، تحسب بطولات. فانا شايف ان هو عنده فرصه دي. اعتقد بطوله افريقيا لو النادي الاهلي ان شاء الله اخدها مع موسيماني هينقل نقله ثانيه كمان كويسه. طبعا. هيبقى في تدعيمات كمان. في تدعيمات كمان، هتلاقي تدعيمات الحاجات النواقص. طبعا الفرقه كويسه جدا، ولكن في حاجات تزود الفريق كمان، تدخله في مستوى اعلى، وهيبدا يشتغل عليه. فاتمنى ان بطوله افريقيا دي على مستوى النادي الاهلي، طبعا بيتي ان انا البطوله النادي الاهلي ياخد البطوله، وعلى مستوى الشخصي الموسيماني انا بتمنى له التوفيق ان هو ياخد البطوله ويبني مستقبل في مصر كويس، ويبني حاجه كويسه، جزء حتى من جزئين، جزئين صعب حد يقدر يعني يضرب ارقامه. مفيش حاجه مستحيله، ولكن صعب. انت تتكلمي في 8 9 سنين من 2001 خرج سنه ورجع تاني لغايه 2009، 8 سنين عمل فيهم كام بطولات مرعبه. يعني كنا بنتكلم على الفرق بين حضرتك، قلت الفرق بين موسيماني وفايلر على المستوى الشخصي، في شويه عجرفه من فايلر، موسيماني في تواضع وده صعب يتحقق. شايف ان تعامل موسيماني مع اللعيبه مختلف ازاي عن تعامل فايلر مع اللعيبه على المستوى الشخصي والنفسي؟ على المستوى الشخصي الاثنين شخصيات قويه. اثنين شخصيات قويه، ولكن انا ممكن ابقى شخصيه قويه، ابقى طف قوي، ممكن الناس ما تبقاش قريبه مني قوي، بس انا شخصيه قويه وقادر اسيطر على المجموعه. وممكن برضه ابقى شخصيه قويه بس شويه في روح الجماعه الموجوده في المجموعه، وده اللي موجود مع موسيماني. ما نقدرش ننكر دور فايلر في ان هو كان مسيطر على المجموعه، صعبه برضه، صعب ان النجوم ان حد يسيطر عليهم، ودي حاجه تحسب له مش حاجه عليه. بس انا ممكن اسيطر عليهم بطرق، ممكن في يعني تنفر مني، وممكن ان انا اسيطر عليهم بحب وود، وفي نفس الوقت الشخصيه القويه موجوده، ودي المعادله الصعبه. في مدربين بيداروا ورا الشخصيه القويه ان هو ما بيتعاملش مع اللعيبه كتير عشان ما يروحش الحته هو مش عارف يتعامل فيها. الاصعب اللي هو بيعمله موسيماني ده بيفرق قد ايه مع اللعيبه يا كابتن؟ ده بيفرق كتير جدا. بيفرق كتير جدا، بالذات مع اللعيبه اللي بتحب الكوره، اللعيبه المهاريه، اللعيبه اللي عندها، خلينا نتفق ان الافارقه والعرب لازم يبقى ليهم متنفس. ما ينفعش طول الوقت تديله تعليمات، لازم يبقى فيه متنفس يقدر يشتغل فيه. المتنفس ده في اطار المنظومه، يعني مش هتديله حاجه خارجه، يعني مش هتديله حاجه ان هو يعمل حاجه بره المنظومه، لكن تديله حته يقدر يتحرك فيها. ما يبقاش طول الوقت تعليمات، ما يبقاش طول الوقت ان انا عايز خطتي بس طول الوقت، لا، في حته لازم هو يتحرك فيها، وده اللي موسيماني عمله مع الاهلي. عمل الشكل الخططي كويس جدا، الدفاعي والهجومي. وفي نفس الوقت ادى كوره كويسه ما كانتش موجوده بقى لها فتره. شخصيه الاهلي، انا شايف شخصيه الاهلي كان بقى لها فتره مش موجوده. اللي موجوده دلوقتي بغض النظر عن البطولات موجوده ولا لا، انا برضو احنا طبعا طول الوقت بنطلع بطولات، ولكن في حاجات بتديك مردود. وخلينا برضو نتفق ان موسيماني جه في وقت ما اقدرش احكم عليه ان هو ياخد بطوله ولا لا، يعني لو لا قدر الله عنده اخفاق في البطوله، هو جاي في وقت ما اشتغلش في كل حاجه برضو، يعني احنا هو ادى بشكل كويس، ولكن هو برضو عنده حاجات مش هو اللي مختارها. فدي برضو حاجه من النقط اللي لازم نحط عليها تحت يعني 100 خط. اكيد هو يعني الضغوط النفسيه عليه اقل من ان لو فاير كمل، ودي احيانا بتنجح لما يكون في الضغوط اقل شويه، في ان انا في الحساب ان انت مش المسؤوليه كلها مش عندك، ساعات بترفع عنك الضغط شويه، بتشتغل براحتك. فاعتقد ده هيبقى عامل مساعد لموسيماني. ولا فكره ان انا جاي في وقت حاسم ومضغوط ومباريات مضغوطه ومحتاج مني ان انا احقق هدف، دي بالعكس تخلي عليا ضغط اكتر. تخلي عليه ضغط اكتر لو هو ما اداش المردود الجيد بتاع الاداء. هو ادى مردود جيد في الاداء، ود عمل شكل كويس في المباريات اللي اتعملت، فاديت لك صوره ان عندنا مدرب كويس، ان في مدرب كويس، ده مدرب ناجح وعمل مباريات مش صغيره. لما تلعب بيراميدز وانت يعني اكتر من 60 دقيقه وانت ناقص، وتقدر تعمل معاهم نتيجه ايجابيه وشكل واداء كويس، وانت عندك كم الفرص اعلى كمان من بيراميدز، فدي نقطه كويسه.
تكسب الوداد في الوداد نقطة برضو مش قليلة طبعا. تكسب الوداد في القاهرة برقم كبير برضو مش قليلة، يديك مردود ان في حد بيشتغل. ولكن هو لسه ما اخدش الوقت الكافي ان هو يقدر يحط كل بصماته. وده جزء من تصريحاته ان هو لسه برضو ما عملش حاجة. ودي حقيقة، هو لسه ما عملش حاجة، لان في عناصر لو اتضافت للمجموعة هتدي مردود احسن. بس لما تضيف العناصر للمجموعة وانت عندي بطولة، غير لما تدخل وانا خسران، هي دي بقى نقطة برضه. لما يبقى عندي رصيد من البداية، لما انا ادخل مكان عندي رصيد كبير، عندي رصيد ان انا عندي بطولة بشتغل ببني عليها، شوية بترفع الضغط ان انا هعرف اشتغل كويس. غير لما تدخل حتى لو بتأدي كويس، غير لما تدخل بفقدان بطولة، لو فقدت بطولة او خسرت مباراة مهمة، شوية بتخلي تركيز، بتخلي دماغك شغالة ان انا عايز اعمل احسن عشان امحي اللي فات. لكن هو دلوقتي ان شاء الله يكسب البطوله الجايه، يبني عليها ويعمل تاريخ كويس. فانا شايف ان هو لا يعني عنده فرصه كويسه، بس هو معلوم انا شايف الضغوط عليه اقل بكتير من اي حد كان هيبقى موجود او حد مكمل. يعني الضغوط اللي كانت هتبقى موجوده على اي حد كان هيجي يمسك الفرقه دلوقتي، هو عايز ياخد بطوله، ولكن هو الحساب عليه، مش الحساب الناس هتحاسبه برده مش بشكل كافي، يعني مش بصوره كامله. قبل ما نروح لاحصائيات موسيماني فايلر، في الحته النفسيه دي شايف انه في لعيبه بعينها اتظلمت من الناحيه دي مع فايلر وبانت قوي مع موسيماني، شموا نفسهم لما موسيماني جه؟ بصي، حته اتظلمت يعني هي يعني ممكن تبقى قاسيه شويه على فايلر، تمام، لان هو مش قاصد. اكيد هو في واحد بيقدر يدي ده وفي واحد ما بيعرفش، بس في اسماء بعينها عندك؟ في طبعا قفشه. قفشه ده مردود جيد جدا. جونيور اجاييه ده مردود جيد جدا جدا. دول اكتر اتنين مستواهم عالي جدا في الفتره بتاعت موسيماني، الاتنين دول بالذات. بقيه الفرقه بتادي بشكل كويس. مروان كمان ممكن يكون ادى بشكل كويس مع في الوقت اللي كان فيه موسيماني. اللعب بقى مناسب ليه شويه، طريقه اللعب بقت مناسبه ليه شويه. دول اللعيبه اللي هم تحس ان دول بان قوي عليهم بالذات، والاتنين مش قليلين. لو جيت حضرتك مثلا، لو جيت حضرتك شفتي اخر وديانج، ديانج كان بيأدي بشكل كويس من بدايه السيزون. أوكي. يعني ديانج والسولية من الناس اللي عندهم ثبات المستوى من اول الموسم. لكن لو حضرتك جيتي للاحصائيات في اخر خمس مباريات اللي لعبهم اجاييه واللي لعبهم قفشه، هتلاقي ان هم تقاسموا رجل المباراه في حاجات كتير جدا. في احصائياتنا في الاستوديوهات بنطلع المقارنه ما بين اجاييه وقفشه. ومؤخرا دخل مع وليد سليمان في مباراه الجيش. نيجي نشوف الاحسن رجل المباراه، هتلاقي ان واحد من الثلاثه هو رجل المباراه. ممكن يبقى قفشه، ممكن يبقى اجاييه. فلا، اجاييه اختلف تماما، مستواه اختلف تماما مع موسيماني بسبب اسلوب اللعب. اسلوب اللعب في كوره كتير، اجاييه مش لعيب عنده سرعات محتاج مساحات يلعب فيها. كان طول الوقت لعب مباشر. فاللعب المباشر ده بياخد شويه من لعيب الكوره، بياخد شويه من اللعيب المهاري. فبتلاقيه اختفى شويه. قفشه لعب وقت كتير جدا ما كانش في مكانه، كان بيلعب ناحيه اليمين. لما رجع مكانه تاني واخد ثقه بعد المباراه اللي ضيع فيها ضربه جزاء، يعني هو ضيع ضربه جزاء في مباراه بيراميدز وما كانش فيه مشكله خالص، وعمل شوط تاني حلو كمان في المباراه، والراجل دعمه وتعامل بشكل كويس واخده في حضنه. يعني في حاجات بتقدر تفوق اللعيبه، بالذات اللعيبه اللي هم المهاريين. فانا شايف ان قفشه واجاييه هم اكتر اتنين استفادوا من وجود موسيماني. طيب انا هقول لحضرتك برضو مقارنه بين اداء فايلر وموسيماني خلال اخر اربع مباريات في الدوري، وبرضو تقراها لنا فنيا. لو هنتكلم على فايلر، هو لعب اربع مباريات طبعا، موسيماني اربعه. ريني فايلر قدر ان هو يفوز بمباراتين وموسيماني ثلاث مباريات، مفيش ولا هزيمه لاي حد فيهم. بالنسبة للتعادل، ممكن نقول ريني فايلر اتعادل في مباراتين، موسيماني مباراة واحدة بس. الأهداف 4 أهداف مع ريني فايلر، وطبعا 7 أهداف مع موسيماني، وما دخلش مرمانة ولا هدف مع الاثنين في آخر 4 مباريات بالنسبة لكل مدرب. معدل الاستحواذ 52% بالنسبة لريني فايلر و53% بالنسبة لموسيماني. معدل التمريرات الصحيحة 80% بالنسبة لفايلر و88% بالنسبة لموسيماني، يعني 347 ريني فايلر و465 موسيماني. أرقام فرق كبير في الأرقام، باين نتكلم عليه في الجزء الأول. المكسب والخسارة مش هما مقياس بالنسبة لي، إن الأهلي المكسب والخسارة، المكسب ثابت عنده في يعني بكل الأشكال، يعني بكل إن هو بيأدي بأي شكل، فهو بيلعب على المكسب. ممكن يكون المكسب مش هو التقييم الاول بالنسبه لي. التقييم الاول انا عايز اشتغل عليه ان هو الاهداف اللي دخلت مرموك.
الاثنين مفيش في اخر اربع ماتشات، ولكن ما قبل اربع ماتشات كان في اهداف دخلت فينا. مباراه الشناوي 8 اهداف في مرمى الموسم ده في الدوري، منهم اعتقد اربعه الدور الثاني او خمسه في مباراه الزمالك ومباراه الانتاج، واعتقد في مباراه كمان دخل فينا هدف مش متذكر يعني مش متذكر قوي، ولكن المردود الاعلى بقى هو نسبه الاستحواذ. نسبه الاستحواذ 52-53 نسبه 1%، بس لما نيجي نشوف بقى التمريرات قد ايه، التمريرات 347 و465 يعني معديه 120 تمريره. 120 تمريره ده رقم كبير في الكوره، يعني ممكن تلاقي فرقه اصلا في المباراه عامله 200 وحاجه. يعني بتتكلمي في مباراه كامله 90 دقيقه فرق التمريرات معدي ال 120، يعني ما يعني هو 118 تمريره، فده رقم كبير برضو، بتتكلمي في نسبه اكتر من 25%. الحاجات دي بتدي مردود كبير جوه الملعب، بتدي استحواذ بيزيد، تمريرات لما تزيد استحواذ بيزيد، كم الجري بيقل لان لما بتجري بالكوره غير لما بتجري من غير كوره، كم الكوره الطويله اللي في ظهر المدافعين قل لان الكوره طول الوقت في رجليك وبتعمل استحواذ جيد. كمان في حاجه اتعملت مع موسيماني جيده، ان هو طول الوقت بيحاول يلعب يبني هجمه، بنايه الهجمه طول الوقت تحت الضغط او مفيش ضغط موجوده. كان في ضغط في مباراه الوداد وكان في تحضير كويس. مباراه بيراميدز كان في ضغط عالي من بدايه المباراه وبالذات كمان واحنا ناقصين، وكان في تحضير جيد. فدي برضو من الحاجات اللي اختلفت شويه عن فايلر، ان فايلر كان شويه كور طويله. لو شفنا ان الشناوي عمل 2 أو 3 اسيست مع فايلر من كور طويله، وكان كل الشغل كان فيه شويه حاجات طويله من عند الشناوي. فده برضو الحاجات اللي فرقت مع موسيماني. بالنسبه للشناوي وفكره انه 8 اهداف بس في الدوري، وطبعا تالق بشكل كبير قوي يا كابتن عادل مع النادي الاهلي، كنا بنقول بس ما دخلش غير وقت مباراه الزمالك والانتاج الحربي، وفي مباراه ثالثه لو يفكرونا انا متهيالي اسوان ممكن يكون اربعه او ممكن يكون 4 اهداف بس. يعني بشكل عام تالق الشناوي الموسم ده، والحقيقه المجهود الكبير اللي عامله ميشيل يانكو مع الحراس المرمى، شفت ده ازاي؟ لا الشناوي يعني لو جيت اخترت احسن لاعب في الدوري او احسن لاعب في النادي الاهلي السيزون ده هتلاقي الشناوي. يعني الشناوي مقارنه باللعيبه اللي موجوده، لا يعني هو في ال11 هيدخل ان هو من لعيب عنصر مؤثر، فبالتالي ممكن اختار احسن لعيب في الفرقه. في لعيبه بتأدي بشكل كويس، ولكن الشناوي في مباريات لا يعني اداؤه اثر على شكل النتيجه. مباراه صد فيها ضرب، يعني اعتقد هو صد 3 ضربات جزاء بعد الكورونا. مباراه الوداد الاثنين اثر فيهم بشكل كويس. مباراه سان داونز في جنوب افريقيا بعد الهدف اللي احنا سجلناه شال انفراد تاريخي لسيرينو. كان في كوره ثابته اتلعبت واتحطت من ورا الديفنس وهو شالها، وكانت النتيجه دي كانت عدل نتيجه المباراه تماما. كان بدل 1-0 هتفضل هتلاقي قبل الهدف مباشره، يعني كنت هتدخلي في منطقه تانية خالص. فدي برضو حته مش كل الناس فاكره الكوره دي، بس الكوره دي كوره مؤثره. زي ما نوير كان العامل الاساسي لبايرن ميونخ انه يفوز ببطوله اوروبا بالشامبيونز ليج الاوروبي، انا شايف ان الشناوي ان شاء الله يبقى ليه دور في ان هو النادي الاهلي يتوج بالبطوله. ادى بشكل كويس جدا، اكيد في تطور كبير جدا مع مدرب الحراس، في حاله عاملها بشكل كويس برضو بيتعامل فيها بشكل كويس. اعتقد العنصر الوحيد المختلف في جهاز فايلر في طريقه التعامل كان هو شويه نفسيا اكتر مع الاجوال، وكان متداخل مع الاجوال اكتر بحكم برضو بحكم جنسيته مختلفه شويه عن الباقيين. فانا شايف ان لا الشناوي تطور رهيب بعد كمان اخر سنتين. وخلينا برضو نتفق ان الحراس المرمى ما بعد ال 30 بيدوا احسن عطاء ليهم. لو جينا نتكلم عن الحضري كان بدايه تالقه كانت 2006، كان بيأدي ماتشات كويسه قبل 2006، ولكن اكتر وقت الحضري تالق فيه ما بعد 2006، ما بعد ال 31 وال 32 سنه. في اماكن في الملعب لما كل ما بتقدم كل ما بتحلو، كل ما بتديكي احسن مردود. حارس المرمى، راس الحربه، صانع اللعب، الناس اللي هم عندهم الحلول طول الوقت، لما بياخد كم خبرات كتيره بيديكي احسن مردود، بيديكي احسن معدلات. فالشناوي ما بعد ال 30 تألق، كان عنده كذا محطه في حياته عدى بيها، اعتقد فرق معاه جدا في الخبرات، وهو ده حارس المرمى خبرات كتير. حتى لو حارس صغير ما بيديش برضو احسن حاجه لو حارس مميز وهو صغير، بس ما بعد يعني لما يوصل لمرحله الثلاثينات دي هي اكتر مرحله فيها عطاء للحراس. ده بالنسبه لي في مصر
طول عمرنا في مصر انا شايف ان الحراس ما بعد الفتره دي هي اكتر مرحله النضج عند اللعيبه، عند اللعيبه في العموم يعني. اكيد عشان كنا بنقول الاهداف اللي دخلت في مرمى الاهلي كان 3 اهداف الزمالك، هدف الانتاج الحربي وهدف سموحه وهدف اسوان وهدف اف سي مصر. لازم اروح مع حضرتك قبل طبعا ما نختم للمنتخب، واحنا عندنا ماتشين مهمين جدا مع توجو، وطبعا يعني موقفنا في المجموعه يعني نحن تعادلنا مع كينيا وجزر القمر ومحتاجين نكسب المباراتين دول طبعا بشكل كبير. شايف ازاي طبعا القائمه النهائيه بالنسبه للكابتن حسام البدري اللي اعلن عنها، وشايف المباراتين دول المفروض يبقى شكلهم عامل ازاي، محتاجين ايه بالظبط عشان نقدر نفوز بمباراتين توجو؟ لا هو المكسب لا بديل عنه ان احنا نعوض اللي فات، طبعا المجموعه بتاعتنا مجموعه يعني مستواها متواضع جدا بالنسبه، ومع ذلك برده احنا موقفنا لسه خلينا نتفق برده ان الفتره اللي تولى فيها كابتن حسام كانت فتره برده مش سهله. خلينا نتفق على ده، ولكن انا شايف الاختيارات المره دي شويه فيها يعني شبه مكتمله، مش مكتمله جدا، لسه في بعض العناصر ولكن شبه مكتمله. الاداء اللعيبه اللي موجوده ادائها الى حد كبير في الثلاث فرق، اذا كان بيراميدز الاهلي الزمالك بيراميدز ومع اللعيبه الدوليين، لا هي يعني هيدوا شكل بشكل كويس. اللعيبه اللي موجوده في اللي اختارهم دلوقتي كلهم رجليهم موجوده في الملعب، كلهم لعيبه معظمهم 90% منهم لعيبه موجوده في بيلعبوا في بطوله افريقيا او في الكونفدراليه، فدول اجهز لعيبه دلوقتي موجودين في مصر مع المحترفين، ان شاء الله يقدوا بشكل كويس وان شاء الله يعمل مردود كويس ونرجع منتخب مصر على الطريق الصحيح يعني ان شاء الله، ونبقى بنحتفل قريب بمنتخب مصر وكمان ببطوله افريقيا ان شاء الله. نورتني يا كابتن عادل، ميرسي جدا لحضرتك. شكرا ليك، وبشكر حضراتكم كمان على المتابعه. بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.